تصور عندك بي سي وماك، الاول يمشي بالويندوز والثاني يمشي بالاو اس اكس. البلديات كيف كيف عندها سيستم ديكسبلوتاسيون. القانون الاساسي للبلديات اللي تعمل من عام 1975 هو اللي ماشي فيها. ثم فيرسيون جديده كومباتيبل مع الدستور 2014 قاعده تستنى في الانستالاسيون، مجله الجماعات المحليه كود دي كوليكتيفيتي لوكال ولا سي سي ال، معناها ويحلف مجلس نواب الشعب في المراحل الاولى متاع البرمجه اي في اللي جاي. به ما هو تفهمنا اللي ثم انتخابات في 17 ديسمبر 2017 يا محمد باش ياجلوها. ما عليناش، اللي يهم باش يصيروا انتخابات. خلينا نشوفوا شنو هو الفرق ما بينات هاللي دو سيستيم هذوم. مثلا كيفاش يتم احداث البلديات؟ احداث البلديات الجدد الى يومنا هذا يتم بامر حكومي، يعني مجلس الوزراء هو اللي قرر، وما ثم حتى شيء يجبر الوزارات على العلنيه والا تشاركيه في الاجراء هذا. وين المشكل؟ خلينا ناخذ مثال ولايه القيروان معتمديه الشبيكه. ثم بلديه تم احداثها في 2016 في عبيده وتجمع اربع عمادات، ومقر البلديه في اقصى شرق المنطقه هذه بعيد برشا على معظم المتسكنين. في مقال صدر في 2016 موقع نواه تطرق للمظاهرات والرفض نتاع المواطنين في الجهه هذه. في المطويه من ولايه قابس المواطنين والمجلس البلدي اكتشفوا ان بلديتهم صغارت وخسرت جزء من مساحتها من بعد ما خرج الامر في الرايد الرسمي، وهذا حاسب محظر قام به راصد بلدي لجمعيه البوصله للجلسه التمهيديه لاستماع المواطنين في جوان 2016. في الدستور الجديد وفي مشروع مجله الجماعات المحليه لازم هذا يتم في مجلس نواب الشعب، يعني علنا. البلديات اللي باش نصوتوا عليها باش تخرج تعمل ميزاجور وتولي تخدم بالسي سي ال وتتطابق مع الدستور، والا باش تقعد تبوغي بالمنظومه القديمه. بروا الامان.